السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اموركم؟ نتمنى انكم تكونوا بخير وعلى خير. في هذا النهار وانتم جالسين وكتشاهدوا هذا الفيديو، نتمنى يكون تفكيركم خاوي، ما فيه حتى شي حاجه. بقاو معايا حيت كاينه واحد الوصفه خطيره 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 اللي اول مره على اليوتيوب. نتحدى اي وحده تقول لي هذه الوصفه كاينه ديجا في اليوتيوب. هذه الوصفه اول مره غادي تدار في اليوتيوب واول مره غادي نحطها انا. وصفه خطيره البنات، للوجه للجسم. الحاجه الزوينه في هذه الوصفه البنات هي انها كدار لجميع انواع البشره. هذه اول حاجه، انها كدار لجميع انواع البشره، سواء المختلطه سواء الجافه سواء الدهنيه، جميع الانواع سواء الحساسه. ثاني ميزه في هذه الوصفه البنات، انها كدار لاي حاجه، يعني التبييض، الاثار ديال الحبوب، التجاعيد، الجفاف الوجه. يعني وصفه متكامله. كنتمنى هذا الفيديو يتبارطاجا لاكثر اكثر 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 عدد باش توصل هذه الوصفه للناس، لانها فعلا وصفه زوينه بزاف بزاف، وصفه غنيه كامله، كلها فيتامينات مفيده للوجه، يعني ما فيها حتى شي حاجه اللي ناقصه. المهم قبل ما نبداو الوصفه، كنقول لك اختي، خويا، ميمتي، خالتي، لان اكيد كاينين ناس كبار كيتفرجوا في القناه، كنحترمهم وكنقول لهم مرحبا والف الف الف مرحبا. الا كنتي اختي او خويا او عمتي اول مره كتفرجي في القناه ديالي، كنقول لكم مرحبا والف الف 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 مرحبا. ما تنسيش الاشتراك في القناه والضغط على زر الجرس باش دائما دائما في ما نحط شي وصفه توصل لك في الحال. وما تنسونيش وما تبخلوش عليا بجيم. جيم راه ما عندها ما غادي دير ليا، ولكن كتبين ليا بان هذاك الشيء اللي تنحط راه الحمد لله عاجبكم. صافي فقط، يعني جيم راه ما كدير ليا حتى شي حاجه، من غير انها كتبين لي ان المجهود اللي قمت به او المجهود اللي درت راه الحمد لله واصل لكم وعجبكم الوصفه. هذا الشيء اللي كاين. بالنسبه للبنات اللي بغات اي وصفه او بغات اي حاجه تخليها ليا لتحت في لي كومونتير، واكيد انا اللي فيديو كنديرهم تحت الطلبات ديالكم. هذا الفيديو لا، لان هذه الوصفه الصراحه شحال وانا كنبحث عليها باش تهزي وصفه وتحطيها، راها سهله، ولكن باش ديري شي وصفه اللي نتي مبتكراها من دماغك وتتحسبي ليها الف حساب وتعرفي كل حاجه شنو الفوائد ديالها، فهذه حاجه اخرى. المهم البنات يلا هو نمشيو للوصفه. المهم الغزالات ديالي، الوصفه راها ما نقولش لكم، يعني كلها فوائد كما سبق ليا وذكرت هنا. كما تشوفوا البنات، هذا ما عرفتش واش غادي تعرفوه. المهم هذا الماء ديال الخيزو. كيفاش الماء ديال الخيزو؟ شديت خيزو حكيته في الحكاكه الرقيقه الرقيقه وعصرت داك الماء ديالو، ها هو، وخديته باش غادي نخدم به. هنا البنات كما تشوفوا عندنا الماء ديال الليمون، يعني عصير ديال الليمون عفوا، هذا نص ليمونه غير صغيره شديتها وعصرتها. هنا كما تشوفوا عندنا مايزينا. هنا البنات هذه التي تسمحوا لي البنات شنو شي حاجه ما مطحوناش مزيان. هذه البنات زريعه الكتان، ها هي بودره الكتان باللغه العربيه، بودره الكتان مطحونه. هنا عندنا زيت البابونج. الناس اللي معايا في القناه راه عارفين ان كنحماق على زيت البابونج. من الاحسن البنات، من الاحسن الا كان فيتامين او.
انا فيتامين او يلاه صيفطوه لي الدار من المغرب، مازال ما وصلنيش، عاد غنبدا معكم جميع الوصفات به لان هذه هي الوقيته انني نبدا نشتغل به. وهنا كيما تشوفوا البنات الحليب يعني ماشي شي حاجه غريبه. يلا بسم الله نبداو في الوصفه البنات. هنا كيما تشوفوا عندنا تقريبا معلقه صغيره ديال الماء ديال الخيزو، هنا غادي نعبروا ثاني معلقه صغيره ديال عصير الليمون، ها هو كيما كتشوفوا، وغادي ناخذوا ثاني معلقه صغيره ديال الحليب، خديت كثر غادي ننقص منها معلقه ديال العصير ديال الحليب، ها هي كما تشوفوا البنات. وهنا غادي ناخذوا معلقه تقريبا ديال مايزينا، معلقه صغيره، ها هي البنات كما كتشوفوا، نحركوا تيتخلطوا هاد العناصر. وهنا غادي ناخذوا جوج معالق صغار البنات ديال بودره الكتان، ها هي كما تشوفوا. بالنسبه للبنات اللي بغاو يزيدوا وقيلا مايزينا ما درتش يعني معلقه كامله، غنزيد واحد شويه، غير واحد شوي، ها انتم صافي كيف ما كتشوفوا البنات، ها هو الخليط ديالنا هو هذا. هنا اشنو غادي نضيف؟ علاش قلت لكم البنات فيتامين او؟ انا عاد غادي يوصلني هنا دابا حاليا كنخدم بزيت البابونج لانه مريح للبشره كما قلت لكم البنات. هنا غادي نديرو واحد نقيطه او جوج نقيطات، ها وحده ها جوج، صافي البنات هذا الدور ديالو كما قلت لكم مريح للبشره. ومن الاحسن الا كان فيتامين او، من الاحسن من الاحسن من الاحسن، انا ما عنديش كيف سبق لي قلت لكم، عاد غادي يوصلني ان شاء الله من المغرب. المهم البنات هذه هي الوصفه ديال اليوم، نتمنى انها تكون نالت اعجابكم. انا دابا ان شاء الله غادي نحبس معكم الفيديو وغادي نوض نديرها حالا. هذه الوصفه البنات راها فعاله جدا جدا جدا، كنتمنى هذا الفيديو يوصل لاكبر عدد لانها فعلا وصفه اللي زوينه بزاف بزاف بزاف، ووصفه اللي اول مره غادي تحط في اليوتيوب. المهم البنات دابا غادي نخليكم، نقول لكم بالسلام عليكم، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، وانا حالا غادي نوض ندير هذه الوصفه. بالنسبه للناس اللي غادي يسولوني على شعري، ما كتبش ليا الوصفه اللي كنت بغيت نجرب، يلاه كيف درتها يلاه ابليكيتها على شعري صافي، وقلت غادي نرتاح، ولكن كان ولدي مريض صافي كينوض فواحد السنينه صافي بقى كيبكي وداكشي، وراكم عارفين انا فاش كنبغي ندير شي حاجه كنبغي نديرها بالخاطر. دابا ديجا هما ناعسين يعني عندي الوقت ديالي الكافي. ومن الاحسن البنات بالنسبه للماسكات من الاحسن تستعملوهم في الليل، من الاحسن كنقول لكم، لانها كيعطيو المفعول اكثر. دائما البنات بالنسبه للناس لاول مره غادي تشوفوا القناه ديالي، ديما البنات قبل ما تخدموا لي ماسك ديروا قماش، قماش سهل 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 جدا، تاخدي اي مرطب ديالك كتخدمي به وغتزيدي عليه شويه السنيده اولا شويه الملح بجوج بحال بحال، ما فيهم حتى شي مشكل، من الاحسن السنيده، تاخدي شويه السنيده وغادي ديريه واحد ديريه قماش واحد 5 دقائق وعاد ديري لي ماسك. ما كانش عندك هذا غادي تاخدي القهوه، تخا ديال القهوه ما كنتيش كتغلي القهوه، تاخدي قهوه عاديه نيس كافي وزيدي عليها شويه الماء وديريها قماج لوجهك وعاد تستخدمي هذه الوصفه. نتمنى انني نكون وصلت لكم داكشي اللي بغيت نوصل، نتمنى انكم تكونوا كتستافدوا من القناه ديالي، ونتمنى نتمنى ثاني مازال غنتمنى
نتمنى 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 هذا الفيديو يوصل اكبر عدد. ما تنسونيش من البارتاج ولايك، وكنموت عليكم، ونتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم. كنقول لكم السلام عليكم، نهاركم مبروك او ليله سعيده. السلام عليكم.